تعزيات رأس السنة الميلادية الجديدة، وبتعليمات السيد المدير العام للأمن الوطني وتحت إشراف السيد والي أمن طنجة، سخرت هذه الولاية كل إمكانياتها المادية واللوجستيكية رهن إشارة جميع المواطنين، وذلك من أجل تأمين سلامة المواطنين على ممتلكاتهم، وكذلك في نفس الوقت جزر المخالفين الذين لا يمتثلون فيما يخص السياقة المتهورة والخطيرة، وكذلك المحاربة الشاملة للدراجات النارية التي لا تحترم ولا تستعمل كذلك الخوات. وضعت ولاية الأمن طنجة خطة أمنية سامت فيها جميع المصالح من ضمنها منطقة طنجة المدينة بالإضافة لمنطقة بني مكدة، كذلك فيما يخص مصلحة الولائية الشرطة القضائية، مصلحة الولائية السلامة العامة، بالإضافة لمجموعات حفظ النظام، كذلك الفرق البوليسية ذات التخصص كالفرق الخاصة بكلاب البوليسية، الفرق الجهوية للتدخل، الفرق محاربة المتفجرات. وضعت ولاية الأمن طنجة مخطط أمني على مستوى المدينة بمقتضى تم تأمين المداخل ديال المدينة من خلال وضع السدود اللي غتراقب الوافدين على